أحسن الله إليكم. محمد عبد الله من تبوك يقول: الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويقدم من يشاء ويؤخر من يشاء ولا يهلك على الله إلا هالك. هل للإنسان جزء من الاختيار أو المشيئة؟ هل هو عبد صالح أم هو ضال أم عاصي؟ هذا السائل يسأل نفسه، هل يستطيع أن يمشي، يستطيع أنه يأكل ويشرب، ويستطيع أنه يطيع أو يعصي؟ لا شك أنه سيعرف أنه يقدر على هذه الأمور كلها. والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء بأسباب من العبد. الله يهدي من يصلح للهداية ويدعو الله الهداية ويسلك سبيلها ويوفقه، ويضل من لا يريد الهداية ولا يحبها ولا يحب الخير، الله يضله. أما من أعطى واتقى صدق بالحسنى سنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.